أكد دكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية أن المستشفيات وأطباء العظام المتخصصين على أهبة الاستعداد لتقديم جميع الخدمات الطبية للجرحى الفلسطينيين، كذلك خلال المؤتمر الصحفي للجمعية المصرية لجراحة العظام، حيث تم خلاله الكشف عن الجديد في جراحات العظام لمصابي الحروب والكوارث. نتابع. خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي 43 للجمعية العالمية لجراحة العظام وال75 لجمعية جراحة العظام المصرية وبمشاركة 4000 متخصص بدول العالم، تم استعراض أحدث المستجدات لعلاج إصابات الحروب والحوادث والكسور المضاعفة والمتفتتة. طبعا جراحة العظام هي لها النصيب الأكبر في الإصابات، وفي حالات جات لمصر هنا وبتتعالج على أرض المستشفيات المصرية في الوقت الحالي. طبعا تعلم جيدا أن مع الحروب والكوارث والأزمات وال يعني الحاجات اللي بتحدث في غزة، إصابات العظام لها النصيب الأكبر من الإصابات، فإن شاء الله بإذن الله هذا المؤتمر يناقش أيضا العديد من الأوراق البحثية اللي تهتم بهذا المجال. في 2700 بحث يحوي كل ما هو جديد في مجال جراحة العظام، ففي مجال المفاصل الصناعية، الكسور المتفتتة، مضاعفات الحوادث، العمود الفقري. كان زمان الإصابات الشديدة والكسور غير الملتحم حمل التهاب النكروزي في الحروب علاجه الأساسي البتر. احنا بنعرض حتى في ده مكتوب مفيش بتر، احنا بنعمل حاجة اسمها ليمبريك وستركشن او اعادة البناء. بنطول العظام ازاي بنعالج التشوهات، وبنعالجها بطرق سهلة ومبتكرة. يعني مفيش التعقيد، يعني يقول لك الحالة دي كلفت من عندنا 2 مليون 3 مليون، في ألمانيا لا ده 15 مليون ودي احدث. لا لا لا، التكلفة عندنا محدودة تماما لا تقارن. والعلاجات اللي استنبطناها وهنتكلم عليها، المريض بيقعد في المستشفى يوم واحد فقط لا غير. في تركيز شوية على إصابات الحروب وخصوصا بعد الأحداث الدامية للأسف اللي بتحصل في غزة، هيكون في عرض لبعض الموضوعات ان ازاي جراحين العظام بيتعاملوا مع الكوارث والإصابات الشديدة الناتجة عنها. كما تم خلال فعاليات المؤتمر استعراض أحدث علاجات المفاصل الصناعية بالفخذ والركبة وعلاجات خشونة المفاصل بتوفر الجيل الثالث من تلك العلاجات وتطويل العظام وإصلاح التشوهات ومشاكل جراحة عظام الأطفال. هو التخصصات سواء القدم والكاحل، سواء للإعوجاجات والتشوهات، سواء للعمود الفقري، سواء لجراحات المناظير، سواء كمان لجراحات المفاصل الصناعية. فبالتالي احنا عاملين فيها محاور لكل التخصصات الدقيقة لجمعية جراحة العظام. في الجراحات اللي هي بتزات التدخل المحدود دلوقتي، معظم الجراحات ما بقيناش نفتح فتحات كبيرة عشان نخش، بس انها استخدام المناظير باستخدام اجهزة الاشعة المتقدمة، بحيث ان احنا نقلل الزمن بتاع الجراحة وندي للعيان فرصة ان هو الاستشفاء يبقى اسرع، لان حضرتك جزء كبير من فترة الشفاء بيعتمد على الجرح والاصلاح وكده. لما بتعمل جراحة بتقنية حديثة باستخدام الالات الحديثة والروبوت وبتقنيات جديدة من خلال فتحات صغيرة، العيان ممكن يخش يعمل عملية كبيرة جدا ويروح بقى في نفس اليوم او تاني يوم. ابحاث وتقنيات مستحدثة لاصابات الحروب والعظام المستحصية حملها المؤتمر، والتي معها تنتهي معاناة المرضى الذين هم في حاجة ماسة للعلاج. محمد حلمي، التلفزيون المصري.